السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال شحال ممكن نعطيو الذكر يعني من انثى في اليوم الواحد، يعني طريق هو التلقيح، يعني شحال نقدروا نعطيوه من نتوة في نهار واحد. يعني قبل ما نجاوبوا على هذه الاجابات نهضروا بعدا على الذكر. الذكر شحال في يعني شحال كيبلغ المده اللي كيبلغ فيها، المده اللي كيبلغ فيها اللي خصو يتعطى الانثى. دابا هذا الذكر هذا هو راه باقي عنده 3 شهور ونص، هذا انا ما نعطيش الانثى، ما نعطيش الانثى. علاش؟ لانه واخا غادي يلقحها غادي يجيب عدد قليل، يجيب عدد قليل. تبارك الله، هو هذا هو، شوف الحيويه اللي فيه، هو هذا راه شنشيل كحل، هذا راه لقحت به شحال من خطره، تبارك الله راه مزيان. وهذا بابيون حتى هو يلاه بديت كنلقح به. شحال خصو يكون في العمر ديالو في الحقيقه ديال بصح؟ هو خصو يكون عنده 4 شهور. ملي يكون عنده 4 شهور صافي، تما راه قابل انه يلقح ويعطيك واحد العدد لا باس به. بحال مثلا يعطيك واحد 7 ديال 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 الصغار، ولا 8 ولا 12. المهم ملي كيكون واصل، حنا كنقولوا عليه واصل. القضيه ديال هذاك السائل ديالو حقيقه اسمه هو السائل ديالو، يعني السائل المنوي ديالو، هو في الحقيقه راه هو الصحه ديالو. يعني ماشي غادي نقولوا مثلا صافي هذا راه كيلقح، غادي نجيو مثلا مثلا نقولوا نجيبوا له واحد 10 النسوات ولا نعطيهم له في خطره، يعني نبقاو نقولوا له لقح، تما راه غادي نكونوا متاكدين ان هذاك السائل المنوي ديالو غادي هو غادي يتفرز بواحد الكميه كثيره، وغادي تهلك يعني غادي تحسوا به ما بقاش هو هذاك. كاين نوع الناس اللي عاوتاني كيبقاو يكريو، يعني كيشدوا واحد الذكر كيقولوا صافي هذا راه الذكر كامل الفحوله راه مزيان نبقى نكريه. ملي كيبقى يكريه اولا يقدر يجيب شي امراض على 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 برا، يعني يقدر يجيب واحد النتوه فيها شي مرض على برا، الا ما كانش شي واحد معرفه راه يقدر يجيب القطع ديالو واحد المرض. ثانيا الا مشى تبقى كيعطيه مرارا وتكرارا كيتهلك هذاك الذكر كيتهلك. كاين واحد القضيه عاود اسمه هو الوزن ديالو اللي خصو يكون فيه. الوزن ديالو خصو يكون فيه 3.5، صافي كافي. يعني مره وزنه وشوف نتايا شحال كتعطيه ديال الماكله، الا لقيتيه تزاد شي شويه صافي بدا تقلل له الماكله. علاش؟ الا مشى تتزاد راه كيبان في العين وكتقول راه مزيان، ولكن لا، منين كيكون الذكر يعني يعني عامر ووافي بزاف وبدا كيتشحم المنظر راه عاطيه، ولكن هو ملي كيكون كيتزاوج سمو كيدير كيبدا يضرب في الكاج برجليه. هذاك الضرب اللي كيضربو الا مشى حتى كان ثقيل وبدا كيطلع فوق النتوه، ويعني واحد بدا كيطلع وبدا كيضرب هذاك الضرب حنا كنسميوه كيتعرقب، سمو هي كيتعرقب، هي انه كيولي عنده واحد الجروح على مستوى الارجل الخلفيه. الا مشى تعرقب كيولي هو باغي يطلع فوق النتوه، ولكن باش يلصق فوق منها ويركز على رجليه ما كيقدش، كيولي صافي ما قادش انه واخا يكون عنده باقي فيه السائل المنوي ديالو وباغي يلقح، ولكن كي كيطلع كيضره رجليه كيبدا ينزل فوق النتوه صافي، يعني ما بقاش خدام. اذا النتوه اللي شحال العدد ديال النتوات اللي نقدروا نعطيوه؟ صافي 3 النتوات كافيين. الا مشى هذا الا عندكم باش قاطع كبير، انا بالنسبه ليا كنخلي 2 ذكور. ها هو الذكر الاول هذا اللي راني خدام به، وخا راه طلبوا لي واحد السيد، هذا حسيت به انه صافي قادر انه يعني يلقح ويعاود يلقح. القضيه ديال النتوات ما كيكونوش في نهار واحد، كيكونوا مختلفين في وهذه ولدت مثلا في 12، ولدت هذه في 2، هذه في 3. المهم كل واحد كي 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 كي, كي كل نتوه كتلقح في واحد لادات، يعني سمو يعني ان
هاد النهار لقحتي به هاد النهار بحال عطيتيه واحد الفرصه يوم والغد اللي عاد لقحتيه ماشي مشكل صافي كتعطيه واحد الفرصه باش يرتاح لان حتى هو راه داك السائل المنوي قلت لكم راه هو الصحه ديالو الا مشيتو تكثرتو عليه عيقتو عليه بالنتوات اكثريه الناس اللي كيكريو كيجيب كيقول لك اعطيني القد القد ولقح لك منين الاخر كيبغي يلقح كيعطيه مثلا ثلاثه النتوات اربعه النتوات كيجيب عاوتاني العشيه واحد اخر عاوتاني كيزيدوا واحد ثلاثه النتوات اخرين كيولي في النهار واحد ملقح ثمانيه النتوات صافي كيتهلك الذكر كيتهلك كونوا متاكدين هذاك واخا يكون كامل الفحوله واحد الوقيته ما غاديش يولي قاد غادي يولي صافي مهلوك اذا شحال تقدروا تعطيوه تقطعوا ثلاثه النتوات في خطره كاع يعني منين يسالي مع الاولاد الثانيه الثالثه كاع صافي ولغد ليه صافي يرتاح يعني ماشي هو راه اله يعني ديال 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 التلقيح لا شويه هكا وهكا يعني حتى هو ما يكراش راه بعض راس اذا كان هو يعني كيبغي النتوه كيشوف النتوه كيبقى يدور عليها ويشمها مره اخرى الا مشيت تهلكته غادي يولي يشوف النتوه يجلس حداها يشم فيها جوج شمات ويتجبد حداها صافي انه صافي ما قادش انه يدير شي حاجه تما صافي كتولي القضيه ماشي هي هذه كيولي كيتهلك القضيه ديال الوزن ديما راقبوا ما يكونش يعني غليظ وثقيل بزاف واخا يكون هكا رشيق هذاك راه هو اللي كيطلع فوق النتوه وكيجيب عدد مزيان القضيه ديال الذكر يلاه 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 بلغ يعني عنده 4 شهور هذاك عطيه النتوه صغيره وبحال دابا هذا الشكل هذا او هذا الشكل هذا هذا عطيه النتوه كبيره فايته والده 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 ماشي مشكل لانه هو كبير يعني عنده مثلا نقولوا عام ولا ماشي مشكل حتى هي كتكون عاوتاني كبيره كتكون ولدت هذاك كيعطيك هذاك الذكر الصغير حاولوا تعطيه الصغيره على انه ما كيكونش ثقيل عليها بزاف وما كيكونش هو بحال اللي كيتعامل بقساوه كيكون يلاه عاد صغير كيكون كيجيو موالمين واخا كيعطيو عدد صغير هي عاوتاني كتعودوها على الولاده اما الذكر الكبير عطيو لشي وحده كبيره صافي هذا هو الخلاصه ديال هذا الموضوع ديال هذا النهار اذا الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا الناس اللي كيصيفطوا لنا التعاليق طيبه ما كنرحب بهم وكنشكرهم بزاف لانهم مساندين نيت اكتسبت اصدقاء بزاف في هذه القناه الحمد لله والشكر لله الناس اللي ما شاركوش معنا شاركوا معنا اللي عاد جداد تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله وتكيو على زر جيم باش تساندونا.